ورح نحكي عن مشكلة ممكن تصير مع أي حدا فينا، مشكلة تساقط الشعر. طبعا تساقط الشعر هو أمر كتير طبيعي، ولكن في حال زاد الموضوع عن حد ممكن يكون مؤشر خطير لمرض معين. طبعا الأسباب والأعراض بتختلف، ولكن دايما ممكن نحن نقول ممكن تكون سبب نفسي أو نتيجة نقص فيتامينات بالجسم أو نتيجة هلأ تبدل الفصول. نحن هلأ ممكن بموسم يمكن رشا البتنجان بيقولوا لك ما مدفوم تماما. فاليوم رح نعرف أكثر تفاصيل عن الموضوع. بيسعدنا أن تكون ضيفتنا لليوم الدكتورة ميس علي وريدة، ماجستير في الأمراض الجلدية. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك دكتورة. صباح الخير دكتورة. سعد صباحي، أهلا وسهلا فيكي. كيفك؟ تمام الحمد لله. يعني مثل ما قالت هايدا، يعني بالمواسم نحن منقول موسم البتنجان بتغير الفصول، منقول في شوية جفاف بلش تساقط الشعر. ما بنعرف طبيا علميا هل هذا الشيء صحيح. ايمت نحن منقول نحن هذا الشيء طبيعي، وايمت بيكون هو عن جد حالة مرضية وبستدعي انه اليوم انا زورك، لازم زورك. بس أهلا وسهلا. هلا هو احنا شعرنا بجدد حاله طبيعة الحال، فكونه عم يجدد حاله فاكيد هو رح يتساقط. فنحن ممكن 100 ل 150 شعرة باليوم تتساقط بشكل طبيعي، وهيدا ما انه مرضي ابدا. هلا لما بيكون في شيء ملحوظ كثير، بتلاقي انه المريضة بتقلك انا مشي يعني شفت على الارض على المخدة كيف ما تحركت، هيدا الشيء صار معناها انه حتى تساقط اكثر من هيك بمنيح يعني. وقتها بدها زيارة الطبيب. طبعا اسباب متنوعة يعني، بس انه بدها الشغلة دراسة. تمام دكتورة، بما انه ذكرتي وقلتي انه اليوم الاسباب متنوعة، وفعلا يمكن احنا دائما لما بهر شعرنا بنربطه بكثير من الامور، ان كان بالتغذية بالحالة النفسية او حتى تبدل الفصول، او في كمان كثير من الصبايا بتلعب بشعرها بتغير بالالوان وهلا تفاصيل. خلينا نخبر المشاهدين اليوم شو هي اسباب تساقط الشعر. هلا نحن اي مريضة بتجي بدنا ندرس حالتها. تمام. هلا نحن اول شيء نمط التساقط كثير بيفرق معنا صراحه. يعني نحن لما بتيجي مريضه انه عندها تساقط معمم بكل فروه الشعر بتفرق معنا كمقاربه، يعني انه لما تكون في بقع صغيره بس عم يهرب منها الشعر، كمان اذا شيء حاد غير شيء لما يكون انه مزمن على مدى طويل. فنحن اول ما تيجي لعند المريضه اول شيء بدنا هيك نسال شويه اسئله، انه هل ترى قديش صار مشكلتك، مثلا عندك امراض بصحتك العامه، كثير هدول الشغلات بتهمنا صراحه. فكلياتها بتلعب دور، مثلا عامله عمليات جراحيه، في حمل او ولاده سابقه، هدول القصص كلياتها بتلعب دور. كمان بنفحص جلد الراس، بنشوف اذا في عندهم مثلا علامات معينه انه ممكن تدلنا على شيء مرض محدد او لا. كمان باطار انه شيء مرضي او لا، نحن في اختبار بنسميه اختبار السحب. نحن بنمسك خصله من الشعر في عدد معين من الاشعار وبنسحبها برفق، بنحط خط تحت برفق، لانه الصبايا ما شاء الله بيحطوا ايدهم بشعرهم مثل ما كنت عم تحكي هلا، انه بتقلي عم تهر الشعر بكل ماسكته عم شده بقوه، يعني اخر شيء اجباري بده يهر، يعني هيدي صارت بقى شيء ثاني. فنسبه معينه منها بنرضى فيها، نسبه اعلى لا. وقتها بنفوت بالاسباب المرضيه اذا بتحبي بنحكي عنها. هي اللي بقى تكون مثلا اشياء شيء مثلا عند الصبايا امراض الغده الدرقيه، مثلا قصور الغده ممكن يعمل لنا اشكال، فقر الدم كمان سبب، بكون عندنا مثلا مخازن الحديد بنسميه الفريتين نحن بكون نازله، فهيدي كمان سبب للتساقط. احيانا بنقص بعض الفيتامينات، الزنك كلياتها بتلعب دور صراحه بتساقط الاشعار. الشيء الثاني العامل النفسي، هي دائما الناس كمان بتحط تحت اهم شيء بيقولوا العامل، هي صراحه العامل النفسي صعب نقول للمرضى العامل النفسي، بقول مين مرتاح مين مبسوط، كل حدا عنده شيء شغله تزعجه يعني، بس انه ايه بيكون في شده نفسيه معينه على الجسم فبتمنى تساقط اشعار. هيدي فعلا بتصير على هذا الوضع لازم الكل صلعان يعني. فانه هي لانه اي شيء بيقول لي عامل نفسي انه ايه دكتوره اي عادي زعلانه مزعوجه زوجه مضايقه شغله مضايقتها بالشغل، دائما في شيء يعني، انه هيدا العامل النفسي ما حدا بيقول عنه لا انه دائما في موجود، بس عادة بتكون شدة نفسية شديدة. يعني نحن بنقول انه شدة على الجسم ممكن تعمل تساقط اشعار بعد فترة. الشدة ان كانت شدة جسمية مثلا مرض شديد، حمى شديدة مثلا، الكورونا لما كانت تصير كمان تصير بعد تساقط اشعار، بعد الولادة كمان بعد 3 شهور كمان، انه لما الولد بيعرف امه، هدول هي المقولات الشائعة يعني، انه هي في لها اساس علمي طبعا. هلا انه ليش 3 شهور يعني، كمان احيانا تلاقي انه ليش بعد 3 شهور لحتى انه عرف امه لحتى صار عم يهر. هلا هي العبره مو انه عرف امه لهيك عم عن جد. هي دكتوره هي القصه، هلا هي عاده 3 شهور هي بنسميها نحن هي نفحه طور الراحه. طور الراحه هو مرحله من مراحل دوره حياه الشعر، بس فات الشعر بهيدي الدوره بهي الفتره بيقعد 3 شهور بهر. فهدول الاسباب اللي حكيناها من شوي يعني، ان كان الشده الجسميه او جراحات او الولاده او هيك. هلا الولاده كمان في موضوع الهرمونات، بس يعني بشكل عام فبتخلي نسبه كبيره من الاشعار اكثر من الطبيعي يفوت على طور الراحه، فهيدي بس فاتت على طور الراحه 3 شهور رح تهر.
فبكون المسبب قديم. هيك عم نحكي نحن لما بناخذ ونعطي مع المريضه بنرجع معها لورا، يعني مو هلا مثلا عم يهر، هلا صاير معك شيء، هلا مرضت كبت بنرجع لورا. ممكن تكون وراثي كمان، ممكن تكون وراثي. هلا الوراثه كثير مهمه صراحه. هلا موضوع مثلا الصلع، الصلع عند الذكور بس في صلع نسائي. طبعا الصلع عند النساء مزعج نفسيا اكثر بكثير من عند الذكور. هلا بيتضايقوا هن كمان الشباب صاروا عم يعالجوا كثير، بس الصلع عند النساء بنسبه انوثه هيك بتزعجها من اعماقها يعني. هلا الحلو بموضوع انه لها علاجات يعني، بس نحن بسياق نفس الشيء بنرجع على موضوع انه نحن بنشوف المريضه بنسالها عن مشاكلها، حتى مشاكل هرمونيه، الدوره تاعتها منتظمه او لا، كلياتها بتلعب دور. كمان موضوع الوراثه، هل ترى انه عندك بالعائله حدا قبل وجود هيدي الوراثه او لا، فكلياته بيلعب دور. هلا لما يكون في اضطراب هرموني واضح بس الموضوع انه بدنا نعالج السبب الهرموني. طيب دكتوره اليوم الاسباب اللي ذكرتيهم وهن اسباب شائعه وقت تيجي المريضه لعندك او اللي بتعاني من هي الحاله، بعد هدول الاسئله ممكن حضرتك تطلبي بعض التحاليل. شو هن اهم التحاليل اللي ممكن تطلبيها حضرتك؟ هلا نحن احيانا حسب الحاله لما بنفحصها بتواجهنا لشيء محدد يعني، بس هي تحاليل عامه الاكثر اللي بيحتاجوها صراحه. موضوع الغده الدرقيه دائما مصائف الغده، موضوع الفيريتين اللي هو مخازن الحديد. هلا الفيريتين بيختلف عن الحضاض. هلا كثير مريضه بتيجي لعنا عامله سي بي سي اللي هو تعداد العام للدم، بتقولي دكتوره عاملته ما كافي بدك تعملي مخازن الحديد، هي في رقم معين نحن بنحافظ عليه، اقل منه ممكن يكون له دلاله مرضيه بالنسبه لتساقط الشعر. كمان زنك مثلا احيانا سرعه التصفر، في شيء مختلف حسب الحاله يعني، بس هدول بالغالبيه كلياتهم بيحتاجوها يعني. نعم. هلا بهيدي النقطه انا بزعل احيانا على المرضى انه والله احنا عملنا تحاليل واجيت لعندك دكتوره. طبعا هي انه اخر شيء اذا قرروا يجوا عند طبيب اساسا يكون حدا قايل لهم، حدا قايل لهم، فبتحسي انه ضايعين عاملين لكم التحاليل بس مو هي اللي بدنا اياها يعني. اخر شيء انه حرام يعني، انه هي بتحسي ضياعة وقت وضياعة مصاري على الفاضي يعني. انا مثلا ممكن افحصها انه ما اتوجه لهذا الموضوع، انه خلص انت سببك هرموني مثلا، صرت مشاكل الدوره، ما عاد بدي بقى هدول اللي بتوجه على تحاليل ثانيه مثلا، انه مثلا عملوا خضاب ما عملوا فيريتين، كمان بدي ارجع اطلبه مره ثانيه، اقل ما يمكن رح تسحبي دم مرتين، لانه اسحبيها مره احسن لك يعني. تمام دكتوره، خلينا هيك مباشره نلجا لموضوع العلاج، كيف ممكن تكون اليوم رحله العلاج حتى نحن نعالج هي المشكله وما تتفاقم اكثر وتؤدي كمان لا سمح الله ان كان للصلع او نسمع بالثعلبه كمان؟ تمام. هلا نحن بالمجمل مثل ما حكينا، هلا اجت لعنا مريضه، اشتغلنا بشكل علمي، درسنا حالتها، حددنا السبب المحتمل، طلبنا تحاليل وهيك. هلا لما بنطلب تحاليل غالبا بتواجهنا لشيء معين مرضي غالبا، فنحن مثلا عندنا مشاكل غديه بدنا نحلها، عندنا مشاكل فقر الدم بدنا نحله، بدنا نحل السبب الموجود. وقتها حليناهم ممكن نعطي شيء داعم معها يعني، مثلا هلا فيتامينات تعيت الشعر يمكن ما صار في بيت، هلا بهيدي الفتره ما في بيت بيخلى منها، حلوه وكويسه ونحن بنطلبها اكيد يعني، بنكتبها بوصفاتنا بشكل دائم، بس هيدي بنكتبها لما نحن حلينا المواضيع المرضيه يعني، حلينا المشكله من جذرها تمام، واعطينا داعم كفيتامين او شيء يعني، على الاقل نحن فينا الاسباب المرضيه ان وجدت يعني. في جلسات الميزوثيرابي كمان رائعه صراحه يعني، فعلا بتوقف الهر بشكل سريع، هي ابر بالفروه ابر نعم يعني، هالوجع بسيط مش ما يخافوا اللحم شغلته بسيطه يعني. كمان تعمل ايقاف للتساقط بشكل سريع، جلسات البلازما كمان داعمه للشعر، جلسات البلازما بالحاصل الاندروجينيه او الصلع يعني كان الذكوري او النسائي يعني، بتعطي نتائج اكثر من رائعه صراحه. يعني لما بتنعمل الصبايا كثير عم تروح لهذا الاجراء دكتوره، عم شوف البلازما اليوم للشعر ولا للوجه يعني، وعم ياخذوا هيك نتائج جدا ايجابيه. طيب نحن هيك بسؤال اخير، كونه نحن اليوم باواخر الصيف ودائما نحن بنعرف تبدل الفصول عم بيكون هو عامل من اهم العوامل بتساقط الشعر، المكدوس ما له علاقه دائما متهم هو هي احيانا تغير الجو بحد ذاته يعني، في عوامل خارجيه عم بتاثر، بتراكم عدة اسباب مع بعض، بس بالمجمل نحن ما بنقول انه والله خلص تغير جو، ندرس الحاله بنشوف يعني في شيء. شو اهم النصائح اليوم بتحبي توجهيها لكل الصبايا والشباب، حتى اليوم الشباب عم بيعانوا من هاي القصه؟ هلا انا في عده شغلات، اول شيء طبيعه الغذاء صراحه، الغذاء لازم يكون متوازن يعني، خصوصي بالاجيال الجديده هلا صرنا عم نشوف احيانا تساقط شعر باعمار صغيره، طبيعه الغذاء سيئه جدا يعني، كلياته هيدا ما بنسمي اشياء محدده، بس انه اكل بس ما انه مفيد، فنحن نتوجه نوعا ما للاكل المفيد المتنوع قدر الامكان يعني، نبتعد قدر الامكان عن شيء نمط محدد وما ناكل غيره، وعارفين انه مؤذي يعني، هي المشكله بالموضوع. بس طيب بس طيب هو بيتمرق مره ما عليه، ما ضد، بس انه ما يكون هو نمط الحياه الاساسي يعني.
تمام. الشغله الثانيه لما بنلاحظ في شيء مرضي دائما نصيحتنا انه راجعوا الطبيب. يعني انت المعاينه اللي حابه توفرها ورحت اشتريت كومه مكملات غذائيه وانت عندك مثلا فقر دم شديد رح تخسريهم على الفاضي. انت لو اخذتي عالجتي السبب مع هدول الفيتامينات اللي اشتريتيها بتاخذي نتيجه فعليه، يعني انت بتكون ضيعتي على حالك وقت ومصاري وبكون خف الشعر كثير شيء في المزعج. يعني بالاضافه للصبغات للمش هدول لحال الملف صراحه، يعني معاناه بتيجي المريضه بتقلي انه ما بدي اعمل كذا بدي اصبغ بدي بيقول لها انه ما فيكي انه مثلا هلا، يعني بيقول لها نصيحه طبيه انه لا تعملي مثلا هلا شعرها بيكون انه شيء متساقط كثير او شيء، يعني بيقول لها تعرضي لشيء هلا اللي ما فيني، بيقول لها ما فيكي صارت على مسؤوليتك ما عاد فينا نحن نحكي شيء، يعني كنصيحه طبيه شيء بس كارض الواقع الكل بده يشتغل. يعني فالعبرة انه دائما انه نشتغل بشكل علمي، يعني هي النصيحه. يعني اي شيء بيكون عشوائي صراحه بيكون نتيجته سلبيه او ضياعه وقت على الفاضي. يعني هلا هيدي نصيحه صراحه لكل العلاجات، يعني مثلا نحن عم نحكي مثلا جلسات ميزو في كثير بيجوا لعنا مرضى بكون رايحين على مراكز يمسكوا المريضه يلا فورا شكينا دفعنا اخذنا خلصنا، يعني صلعنا حرفيا هيك. بعدين بيجوا لعندي بعدين والله دكتوره عملنا بس هيدا ما انا منيحه لانه ما درست الحاله، يعني انه انا بدي اعمل هدول الجلسات تكون داعمه بعد علاج السبب الاساسي. طبعا هيدا الفارق لما بكون متعالج عند حدا طبيب مختص او أكيد. بنشكرك كثير دكتورة ميس، كنتي معنا ماجستير في الأمراض الجلدية، شكرا لك ولكل النصائح يلي قدمتي لنا اياها لليوم. شكرا كثير لكم يا سعد صباح. شكرا دكتورة ميس وريتي لحضورك اليوم، وهيك بنتمنى هدول النصائح اللي قدمتيهم توصل لكل الصبايا والشباب اليوم عم بيعانوا من نفس القصة، يعني لهيك عم نروح للبدائل التجميلية. بنتمنى هيك يومك يكون حلو وصباحك حلو. شكرا كثير يا سعد صباحكم، شكرا على استضافتك. أهلا وسهلا بحضرتك.